في فقرة الصحة، العمليات الجراحية المعتمدة لمعالجة الكسر في العمود الفقري. الكسر في العمود الفقري هو عبارة عن كسر في فقرة أو أكثر، أي لـ 33 فقرة التي يتكون منها العمود الفقري. عادة تتحمل العظام السليمة قدراً كبيراً من الضغط، ولكن في حالات معينة حتى الصدمات الخفيفة قد تؤدي إلى تشققات أو كسر في عظام العمود الفقري. العلاج يعتمد على شدة الكسر وموقعه، فالكسر البسيط قد يشفى من تلقاء نفسه، أو قد يحتاج المريض إلى ارتداء دعامة تساعد في تثبيت العمود الفقري. أما الإصابات الخطرة فتحتاج إلى عملية جراحية لإصلاح الكسر والتخلص من الآلام واستعادة الوضعية السليمة لتسهيل الحركة. العمليات الجراحية الأكثر شيوعاً لمعالجة تشقق العمود الفقري هي اندماج الفقرات القطنية ورأب العمود الفقري ورأب الحدبة. يندمج الانصهار القطني الغازي مع عظام العمود الفقري في أسفل الظهر، وذلك عبر استخدام مسامير وقضبان من التيتانيوم كي لا يكون هناك حركة فيما بينها. هذا الإجراء يصلح الكسر، يصحح التشوه، يقلل من الضغط على العمود الفقري، ولا تتطلب هذه العملية شقوقا كبيرة، ويتعافى المرضى منها بسرعة. رأب العمود الفقري ورأب الحدبة هما إجراءات متطورة موجهة بالصور، تعمل على إعادة تركيب العظام المضغوط وعلى استعادة المحاذاة وإزالة الضغط على العصب. أثناء عملية رأب الحدبة يقوم الجراح بتوجيه قسطرة في الفقرة، ثم يدخل بالونا يتضخم ويشكل ثغرة. بعدها يتم تفريغ البالون وإزالته، وتملأ الثغرات بالإسمنت العظمي. هذا الإسمنت يتصلب في مكانه فيوفر استقرارا فوريا للعظام. في رأب العمود الفقري يتم حقن الإسمنت مباشرة في الفقرة من دون استخدام البالون. بغض النظر عما إذا كان العلاج جراحيا أم لا، يجب إعادة التأهيل بعد التئام الكسر، لأنه يساعد في تخفيف الألم واستعادة الحركة.